هذا سائل يقول: في بلادنا المقابر غير شرعية، فهل يجوز دفن الميت فيها؟ شلون غير شرعية؟ ما هي مقابر مسلمين؟ يدفن الميت في مقابر المسلمين في أي مكان، في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين. إذا كان في مقابر للمسلمين يدفن الميت معهم، وإذا لم يكن في مقابر المسلمين فلا، ما يدفن في مقابر الكفار ولا يدفن مع الكفار، بل ينقل. نعم.